حضرتك كنت بتكلمني قبل ما نبدأ التصوير عن وجود الكلام عن الاغتيالات السياسية في أدبيات الجماعة الاستراتيجية. في كتاب اسمه المنهج الحركي للسيرة النبوية، كاتبه واحد اسمه منير غضبان، أعتقد كان المراقب ده يعني المسؤول بتاع سوريا في الإخوان المسلمين. وهذا الكتاب يدرس داخل أسر الإخوان المسلمين في مصر. وأسر دي مش معناها الأسر، لا، الأسرة التنظيمية. يعني عشان بس المشاهدين ممكن معرفش. نشرح الترتيب في التنظيمي. في فرق بين الأسرة التنظيمية والأسرة البيولوجية، أو الأسرة الأيديولوجية والأسرة البيولوجية. الأسرة دي أصغر وحدة تنظيمية في الجماعة. أنا حابة أرجع للعناصر اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها. هي نفذت عمليات الاغتيال السياسي اللي حضرتك قلت إنها عمليات أشبه بالانتحارية، وفي عوامل مشتركة بينها وبين العمليات اللي كان بينفذها عناصر الحشاشين. البيعة في هذه الحالة، هل بيعة هذه العناصر المنتمية للنظام الخاص لجماعة الإخوان كانت بتختلف عن بيعة العناصر الأخرى الموجودة في الشق الدعوي داخل الجماعة؟ التنظيم اللي كان موجود أي حسن البنا، الشعب دي ما فيهاش بيعة، دي فيها كرنيات عادية. لما جم ده اللي عايز أقول، يعني العضو المدني داخل جماعة الإخوان لم يكن يبايع. لما جه السادات وطالب من التنظيم المدني إنه يعمل الجماعة، قالوا لا، مش هنشتغل بالإيه، بدون شرعية. والسادات رفض انه يديهم شرعيه، وقالوا اشتغلوا بالضوء الاخضر. اللي وافق يشتغل بالضوء الاخضر بتوع التنظيم الخاص، مصطفى مشهور، احمد المالط، محمد دسوقي بقنينه، قائد التنظيم الخاص. لما قائد التنظيم الخاص عملوا التنظيم في السبعينات، عملوه كله عسكري، لانهم ما تعودوش على فكره التنظيم المدني. فبداوا بقى فكره الايه، الرتب التنظيميه، اللي هو التنظيم العسكري الهيراركي. والإخوان فيها 7 رتب، وده برضه يتشابه مع الحشاشين، انه كمان عامل رتب، عامل شيخ الجبل، وعامل الدعاة، وعامل الفدوية، وعامل تنظيم برضه هيراركي ورتب تنظيمية. هما لما انشأوا التنظيم بتاع السبعينات كله عسكري، مفيش مدني، انت بتقعد في الجامع كده فترة مؤقتة عشان تنتقل الى ايه، كبوابة، الى الاسرة بقى. الاسرة اللي هنا اللي هي اصغر وحدة تنظيمية. الكلام ده يا حسن البنا، لا، ده كان في التنظيم الخاص العسكري بس، انما دول شعب مفتوحه، الناس تيجي تلعب وتسمع وعظ وكلام من ده، مفيش حاجه اسمها اسر. الاسر دي اللي عملها التنظيم الخاص، عمل كل التنظيم عسكري بالشكل اللي احنا بقى عارفينه، اللي هو بقى فيه 7 رتب: محب، مؤيد، منتظم، منتسب واحد، منتسب اتنين، عامل، نقيب. ونقيب ده كان تنظيم خاص جوه التنظيم الخاص، كان تابع لمحمود عزت مباشره. ده تنظيم كان خاص تابع لمحمود عزت، بعيدا يعني داخل التنظيم، داخل التنظيم، وهو ليه سطوه على كل التنظيم. ولذلك انا قلت ان دول صفوه بقى، صفوه جدا، في كل محافظه ممكن 3-4 محدش يعرفه. ودول كانوا مسؤولين عن عمليه ما يسمى التوثيق والتضعيف، الرتب التنظيميه. واعتقد، لان انا ما وصلتش للنقيب، كنت وصلت العامل اللي هي الرتبه السادسه. اعتقد ان النقيب دي كان البيعه بتاعتها بيعه موت، انما عامل ومنتسب واحد ومنتسب اتنين بيبيعوا، بيع على السمع والطاعه في المنشط والمكره وما شابه ذلك. انما انا اعتقادي الشخصي اللي ما وصلتش لهذه الرتبه، ان بيعتها بيعت موت. والدلائل والشواهد ان كل اللي اعرفهم كانوا وصلوا رتبه نقيب وخرجوا من الجماعه التزموا الصمت تماما. لم يصرح بهم اي احد باي معلومات او اي امتنع عن الاعلام، وبعضهم خرج من التنظيم. هيكلفوا حياته من وجهه نظر حضرتك. ايه؟ هيكلفوا حياته. اعتقد اعتقد ان هذه البيعه كانت بيعه موت. ولذلك انا حتى لما قلت الرتب دي انزعج جدا الجماعه، لان معظم الناس اللي في الجماعه فاكرين نفسهم انهم وصلوا القمه، ان هم اخوان عاملين. ما يعرفوش ان في كشفت عن مستور. ما يعرفوش ان في رتبه فوقيهم، لان زي ما قلت لك الرتبه دي شحيحه جدا، ممكن في كل محافظه 7-8-9. فازاي احنا ما وصلناش النقيب، وازاي احنا بتقول لنا احنا، وبعضهم اعضاء مجلس الشعب، وبعضهم اعضاء في مكاتب اداريه، متخيلين ان هم قيادات عليا، بعضهم ممكن يكون مسؤول مكتب اداري مثلا. ايه ده يا جدعان، هو في رتبه لسه فوقيه؟ ده مسؤول مكتب اداري، لا، ورتبه سريه. ورتبه سريه. فراحوا حتى ساعتها بعديها راحوا مغيرين هذه الرتبه وسموها عامل ناشط، بحيث ده عامل وده عامل، بس ده عامل ايه؟ ناشط. وحصل صراع جوه الجماعه. انتوا ازاي يا جماعه مسؤول مكتب اداري؟ ازاي في حد فوقيه؟ مين فوقيه؟ ده انا مسؤول محافظه. فتلاقي واحد تاني مش مسؤول محافظه، واحد تاني ممكن يكون اقل شانا، ما يتخيلش ان هو اعلى منه. بس وبعدين الاعضاء اللي هم السريين جوه التنظيم السري مسؤولين عن مسمى الرتب، يعني ممكن ينزلك من رتبه عامل لمنتسب. ولذلك انا كنت فاهم لما السيد عبد الستار المليجي كان مره بيحكي، وانه كان عضو مجلس الشورى، وفجاه ما دعوش الانتخابات وقالوا له ده احنا نسينا وكلام من ده. قلت لا، هو مش نسوا، هو كل الموضوع انه نزلوه من رتبه عامل لرتبه منتسب اتنين، فاصبح ملوش حق التصويت. ودي بقى نقطه في الانتخابات الداخليه. انت اللي بتدي مين يصوت اصلا؟
لا ليك حق التصويت ولا ترشح، لان الترشح والتصويت من الصوره ده السادسه اللي هي عامل. ايوه. ولذلك كل النساء ليس لهم حق الترشح ولا حق التصويت. ليه؟ لان هو اقصى حاجه عندهم، هم عندهم رتبتين بس، مش هم ما بيصلوا، ما فهمش عامل. عندهم رتبه محب ورتبه منتسب وخلاص. بالنسبه لتنظيم الاخوات فلا لهم صوت ولا لهم ايه. ولذلك هو السيد عبد الستار مليجي يستخدموا فقط، يعني قصدي السيد عبد الستار مليجي هم نزلوا رتبه. والمشكله بقى ان انت لما بتضعف واحد ما بتقولهوش كمان عشان ما تمرطش ويعمل دوشه، انت ليه تنزلني برد كذا برد كذا، اللي هو بقى يحقق معاه، او ان هو بقى السمع والطاعه عنده ضعيف، ان هو مش عارف الالتزام عنده كذا، فبدا يضعفك. مين اللي بيضعف؟ اللي هم النقباء موجودين خلف ستار، جماعه بالكامل تدار خلف ستار حتى عن اعضائها وحتى قيادتها العليا. متخيلين ان هم قيادتها العليا وتنزلوا رتبه وما بتقولوش، او واحد مش في رتبه العالم وما تقولوش.